بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في منافسات الدوري الاحترافي أنوي في جولتي الرابعة. مباراة اليوم تجمع الرجاء الرياضي باتحاد تورقة. على مستوى الفار هناك محمد بلوت ومحمد فرح. إذن بداية المباراة والكرة للرجاء الرياضي. بوشعيب العراسي لمقدم إسماعيل، الجانب الأيسر محمد السبول، اللاعب الذي كان معار لاتحاد طنجة يعود لفريق الأم الرجاء الرياضي. أنس زنيتي كما عودنا الرجاء الرياضي دائما يدخل في صناعة الألعاب، كما قلت صناعة الألعاب للرجاء الرياضي تبدأ من حارس المرمى، وبالتالي هناك سحب للاعب لفريق اتحاد تورقة. بعد ذلك هنا الكرة الطويلة للجهة اليمنى، أين يوجد آدم النفاتي؟ آدم انطلاقة لآدم، هنا العرضية، عرضية تسديد الأولى، بينما الباراد الأولى لعبد الرحمن الحواصل. شاهدنا آدم النفاتي والانسلال آدم النفاتي، آدم الذي يعتمد على السرعة ثم الدقة في التمرير، اختار هذه التمريرة الزاحفة، وأيضا قوة التصويبة كانت من لاعب الرجاء الرياضي في اللقطة الأخيرة. تصدي ممتاز، تصدي ممتاز. آدم الذي يقترب، آدم النفاتي من نوفا الزرهوني، تلعب الركنية على مستوى القائمة الأول، الرأسية هي لفريق اتحاد تورقة. يبعد الكرة من جديد، ضغط للرجاء الرياضي، لا زالت الكرة للرجاء. هولو للجهة اليمنى، أين يوجد آدم النفاتي؟ وآدم بعرضياته الخطيرة، كرة تمر بردا وسلاما على دفاعات اتحاد تورقة. واضحا الرجاء الرياضي مكمل الخطورة للجهة اليمنى مع البداية وتمريرات آدم النفاتي. لآدم النفاتي، آدم النفاتي يهيئ الكرة، تهيئ الكرة ولتسديدة ثانية، والبراد بوم بوم على العارضة، كرة على العارضة تماما. على الخطورة للرجاء الرياضي، الرجاء كما قلت يركز عاليا مع البداية، يعني ضغط من الجهة اليمنى الجهة اليسرى وتسديدات قوية، بينما تألق لعبد الرحمن الحواصي. مشاهد آدم النفاتي، المراوغة الأولى، الثانية، التهيئ ثم التسديدة، برادة الأولى والثانية ترتطم بالقائم. الثلاثي ان صح التعبير، هنا المترابطات والدعم ياتي من بولكسوت للاجنحه، العرضيه تاتي للرجاء الرياضي، خطيره جدا، خطيره ايضا للرجاء الرياضي. يعني المره انشاد دام نفاتي، مره انشاد ايضا محمد بولكسوت نوفل الزرهوني، وبالتالي الاجنحه والاظهره تشتغل تماما للرجاء الرياضي. يقول الحكم تابع اللاعب، واصل اللاعب، ليس هناك اي خطأ، والكرة لفريق اتحاد تورقة من الجهة اليمنى من بديع، بديع وتسديد الأرضية في متناول أنس زنيتي. أنس الذي يغطي جيدا على مستوى القائم الأول لتسديدة بديعك. وشاهد انسلال بديع، بديع والانسلال. نوفل الزرهوني والتسديدة، بينما هنا رتيمة رائعة، تسديدة مميزة ورتماء أيضا أروع. مشاهد في الزاوية 90 هذه تسديدة نوفل الزرهوني، بينما عبد الرحمن الحواصلي يتألق. رائع عبد الرحمن، رائع عبد الرحمن الحواصلي، وهذه التسديدة كانت مميزة لنوفل الزرهوني. الكرة الأمامية الطويلة، وهنا ياسين الفارق يعلن على نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقان الرجاء الرياضي واتحاد تورقة بصفر لمثل. مشاهدينا الكرام، نذهب لاستراحة ما بين الشوطين ثم نعود لتفاصيل وأحداث الشوط الثاني. من بداية الشوط الثاني والكرة لاتحاد تورقة، كرات طويلة الأمامية الصوبة،
كرة صوب آدم، آدم النفاتي ينسل، هذا آدم يا النفاتي النفاتي والعرضية النفاتي. يعود الحكم ليعلن عن التسلل، آدم النفاتي. نشاهد اللقطة منذ البداية. النقاش تحصل على بطاقة صفراء أيضا. كرة في جهة اليسرى الآن، يزري أو يسري بوزوق، بوزوق العرضية الآن ثم رأسية النقاش. لا زالت الخطورة للرجاء من الجهة اليمنى من بولكسوت، والعرضية بهذه المقاسية لم يكتب لها النجاح يا وردي زكريا. هاتي المقاسية، شاهد العرضية أتت من زريدة، بينما مقاسية الوردي زكريا كانت بعيدة. المهدي مبارك لم يجد الحلول، مهدي يعيد الكرة للوردي، الوردي والتمرير البينية رائعة. هنا الكرة، هنا نوفل الزرهون يمر، نوفل نوفل بوم بوم بوم، جول جول جول. الهدف الأول لفريق الرجاء، الرجاء الرجاء الرياضي يفتتح عداد هاته المباراة وأهداف هاته المباراة في الدقيقة 84 بهذا الانسلال الرائع من نوفل الزرهوني، والرأسية تأتي من لاعب الرجاء الرياضي لتعلن عن أولى أهداف هاته المباراة. من البديل اليوم بوزوق يوسف. إذا الهدف الأول للرجاء الرياضي، نشاهد كيف يأتي الهدف الأول. هنا كنترول رائع، نوفل الزرهوني يمر من الجميع، وهنا التمريرة رأسية، جول لهذا اللاعب يسري بوزوق. لم يكن هناك احتجاجات من اللاعبين، وبالتالي هذا مؤشر على قيادة مميزة للحكم، حكم هذه المباراة ياسين الفارق. كرة في الجهة اليمنى، بولكسوت، محمد بولكسوت، انطلاقة بولكسوت السخي بدنيا لليوم. بولكسوت كرة في الجهة اليمنى، محاولة المرور، خذ وهات، سلم لنظيف، سلمك نظيف، هنا تسديدة وهدف ثاني يضيع للرجاء الرياضي. هذا دومينغو، هذا دومينغو البديل. نشاهد يعني طريقة المرور، هذه الثنائيات، هذه التمريرات، ضربة مرمى لفائدة الرجاء. وهنا حمزة الفارق يعلن على نهاية المباراة بفوز الرجاء الرياضي على فريق اتحاد تورقة بهدف لا شيء، هدف بوزوق يسري في حدود الدقيقة 84. مبروك للرجاء، حد أوفر لفريق اتحاد تورقة. مشاهدينا الكرام، على الخير كنا معا وعلى المحبة سنلتقي دائما وأبدا. هذا محدثكم إحسان بخار يحييكم، دمتم آمنين.